قدم عدد من أعضاء أوركسترا البحرين الطلابية التابعة لوزارة التربية والتعليم حفلا موسيقيا أمام طلبة ورؤساء عدد من الجامعات الفرنسية، وذلك في قاعة الاحتفالات في جامعة إيبيتا بباريس بالعاصمة الفرنسية. بمناسبة مشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو، الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم، قدم عدد من أعضاء الأوركسترا الطلابية التابعة لوزارة التربية والتعليم حفلاً موسيقياً حاز على إعجاب الحضور، وعبروا عن تقديرهم لمبادرة وزارة التربية والتعليم في إنشاء مثل هذه الأوركسترا ذات الأداء العالي. وعزفت الأوركسترا المصغرة عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية ومقطوعات من التراث البحريني الأصيل لمدة ساعة كاملة، وذلك بحضور عشرات من طلاب جامعة إيبيتا باريس وعدد من مسؤولي جامعتي نورماندي وروان. طبعا تشرفت أنا ويا أخواني الشباب الفرقة الموسيقية بتقديم عرض موسيقي في منظمة اليونسكو لجائزة الملك حمد للتكنولوجيا، وأيضا أتيحت لنا فرصة ثانية أن احنا نجي هنا في الجامعة ونعزف. تشرفت أن أكون مع الطلاب اللي سافروا إلى فرنسا لحفل اليونسكو لجائزة الملك حمد للتكنولوجيا، فكان لي شرف عظيم، واليوم كان لنا شرف أن نشارك في الجامعة الفرنسية. هذا وكانت الأوركسترا مصغرة قد نالت إعجاب المشاركين في حفل تسليم الجائزة، وتم تكريمهم من قبل المديرة العامة لمنظمة اليونسكو والثناء عليهم وعلى أدائهم المتميز. والجدير بالذكر أن هذه الأوركسترا مصغرة هي جزء من الأوركسترا الطلابية لوزارة التربية والتعليم المؤلفة من أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، يتم تدريبهم بشكل مستمر وتنمية مهاراتهم من قبل أساتذة الموسيقى من وزارة التربية والتعليم، حيث تشارك الأوركسترا بشكل مستمر في المناسبات والحفلات والفعاليات الوطنية وتثير الإعجاب باستمرار.